يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم يا باحثا عن حسين، يا سائلا عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 76 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. كتاب سليم بن قيس أقدم كتبنا، هذه الطبعة التي حققها الشيخ محمد باقر الأنصاري، إنها الطبعة الثانية 1416 هجري قمري، مؤسسة نشر الهادي قم المقدسة. هذا هو الجزء الثاني في الصفحة 561، باعتبار أن التسلسل واحد من بداية الجزء الأول إلى نهاية
الجزء الثالث، فالكتاب قد طبع في 3 أجزاء. النص الأصلي هو في الجزء الثاني، في الجزء الأول والثالث مقدمات وملاحق وفهارس عمل التحقيق في هذا الكتاب. الجزء الثاني من كتاب سليم ابن قيس بحسب الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها، صفحة 561. قال أبان، أبان هذا هو أبان ابن أبي عياش. سليم ابن قيس حينما قاربته المنية فقد أودع كتابه عند أبان ابن أبي عياش، وأبان ابن أبي عياش أدرك الإمام السجاد ولذلك أخذ الكتاب وعرضه على إمامنا السجاد، والإمام السجاد صادق وصدق الأحاديث التي ذكرها سليم في كتابه. قال أبان، فعند ذلك سألته، سأل الإمام السجاد، فعند ذلك سألته عما يسعني جهله وعما لا يسعني جهله، فأجابني بما أجابني. الإمام السجاد أجاب أبان عن سؤاله، سألته عما يسعني جهله وعما لا يسعني جهله، فأجابني بما أجابني. قال أبان، هو نفسه ابن أبي عياش، ثم لقيت أبا الطفيل، وأبو الطفيل من صحابة رسول الله، شخصية معروفة، عامر ابن واثلة هو هذا أبو الطفيل، وكان من جملة الملتحقين بأمير المؤمنين بعد واقعة السقيفة، قطعا بعد واقعة السقيفة كان في جملة المرتدين، وإنما التحق بعد ذلك بسيد الأوصياء في من التحق به بعد ارتداد الأمة. قال أبان، ثم لقيت أبا الطفيل بعد ذلك في منزله، في منزل عامر بن واثلة، فحدثني في الرجعة. أبو الطفيل حدث أبان ابن أبي عياش، حدثه حديث الرجعة. تلاحظون أن الرجعة موجودة في أقدم كتبنا، هذا هو أقدم كتبنا، أقدم كتاب عندنا الآن هو هذا الكتاب، كتاب سليم بن قيس. من هنا مراجع الطائفة يضعفون هذا الكتاب قطعا تنفيذا للبرنامج الإبليسي، بغض النظر هل هم واعون لذلك أم أنهم ليسوا ملتفتين من أنهم يطبقون
البرنامج الإبليسي. ليس مهما، هم نقضوا بيعة الغدير وجاؤونا بفقه الشوافع وعقائد المعتزلة، فليس مهما. على أي حال هم؟ قال أبان: ثم لقيت أبا الطفيل بعد ذلك في منزله فحدثني في الرجعة عن أناس من أهل بدر. أبو الطفيل نقل عن بعض صحابة رسول الله من أهل بدر، ممن حضروا واقعة بدر، ولهم خصوصية بين المسلمين، فهؤلاء هم الذين حدثوا أبان بن أبي عياش عن حديث الرجعة. فحدثني في الرجعة عن أناس من أهل بدر وعن سلمان، وحدثني أبو الطفيل عن سلمان أيضا في هذا الموضوع، وعن سلمان وأبي ذر والمقداد وأبي بن كعب، كان من الراجعين إلى الأمير أيضا أبي هذا، ولذا فقد ضبط مصحفه وفقا لأقرب قراءة صحيحة للقرآن. من هنا مزقوا مصحفه حينما جمعوا المصاحف في واقعة جمع المصاحف بعد أن أحرقوا ما أحرقوا منها. من جملة المصاحف التي أحرقوها أحرقوا مصحف أبي هذا. لماذا؟ لأنه يأتي منسجما مع القراءة الصحيحة لمحمد وآل محمد. ولذا في أحاديث العترة الشريفة من أن أقرب قراءات الصحابة إلى قراءة أهل البيت هي قراءة أبي بن كعب، من هنا أحرقوا مصحفه. لا أقول من أن قراءة أبي تنطبق بدرجة كاملة مع قراءة محمد وآل محمد، لكنها الأقرب، فلأنها أقرب أتلفوا مصحفه ولم يعبأوا بقراءته. وبالمناسبة فإن القراءة الموجودة في المصحف وهي قراءة حفص هي الأكثر بعدا عن قراءة محمد وآل محمد، لا كما يضحكون عليكم فيقولون لكم من أن حفصا هذا قد رواها عن عاصم ابن أبي النجود، وعاصم ابن أبي النجود رواها عن علي بن أبي طالب. هذه القراءة هي أكثر القراءات نصبا وعداء لمحمد وآل محمد، أمرنا بأن نقرأ بها حتى يأتي من يعلمنا. لكن حينما نفسر القرآن نفسر القرآن وفقا لما وصل إلينا من قراءة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا منطق ثقافة العترة الأصيلة، وهو بالضبط معاكس منافر مضاد بدرجة 100% لمنطق مراجع النجف وكربلاء. تفاسيرهم تدل على ذلك، خطباؤهم الكبار يتحدثون بما يناقض وينافر ثقافة العترة الطاهرة
بدرجة كاملة. أتحدث عن السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر والذين قبلهم الموجودون الآن والذين سيأتون يقفون في صف النوبة بانتظار موت السيستاني. الجميع الجميع من دون استثناء ثقافة ناصبية مستدبرة بكل الامتيازات وبكل القياسات. أعود إلى الكتاب الذي يضعفه مراجعكم الجميع جميعهم. السيستاني يضعفه، الخوئي يضعفه، محمد باقر الصدر يضعفه، الجميع. لا يعني حين أقول الجميع من أنه لا يوجد من يقبل أحاديث سليم بن قيس بين علماء الشيعة على طول تاريخهم. يوجد هناك من يقبل أحاديث هذا الكتاب، لكن الأعم الأغلب، الأسماء التي تعرفونها والمراجع الذين قلدتموهم والمراجع الذين قلدهم آباؤكم والذين قبلهم الموجودون الآن يضعفون هذا الكتاب ويرفضون أحاديثه. هذه بداية الكتاب. في بداية الكتاب جاء الحديث عن الرجعة، وهذا يدلنا على أن أول كتاب لنا بين أيدينا في أول سطوره يأتي الحديث عن الرجعة، يكشف لنا الكثير الكثير عن أهمية عقيدة الرجعة عند محمد وآل محمد. فأين هذا المستوى العقائدي من هذا المستوى الضحل القذر عند مراجع النجف وكربلاء؟ وعن سلمان وأبي ذار والمقداد وأبي بن كعب، وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة: فعرضت ذلك الذي سمعته منهم من البدريين ومن سلمان ومن أبي ذار والمقداد وأبي بن كعب. عامر بن واثلة عرضه على من؟ فعرضت ذلك الذي سمعته منهم على علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة، فقال لي: هذا علم خاص يسع الأمة جهله. هذا المطبوع في النسخ القديمة والمصادر القديمة التي نقلت عن كتاب سليم: هذا علم خاص لا يسع الأمة جهله. فقال لي: هذا علم خاص. سأقرأ النص بحسب ما أحفظه وبحسب ما هو ثابت عندي من خلال النسخ القديمة ومن خلال المصادر القديمة التي نقلت عن النسخ القديمة. هذا علم خاص لا يسع الأمة جهله، يعني أن الأمة لا تسامح في هذا. هذا المراد، لا يسع الأمة جهله.
هذا علم خاص. والمراد من علم خاص من أنه من علم مرحلة التأويل، والذين سمعوا به في مرحلة التنزيل كان علما خاصا بالنسبة لهم في تلك المرحلة، في مرحلة التنزيل. وإلا فهو في مرحلة التأويل هو علم عام للأمة، الأمة أعرضت عنه بسبب المراجع الأغبياء، بسبب المراجع الثولان. هذا مدح لهم، فأنا لا أريد أن أصفهم بالشياطين والأنجاس، وإنما أصفهم بالأغبياء والثولان. فقال لي: هذا علم خاص باعتبار أن أبا الطفيل حدث عن أناس هم نقلوا هذه المعلومات من مرحلة التنزيل، هم كانوا من أهل التأويل في مرحلة التنزيل. من هنا وصف الأمير هذا العلم بالعلم الخاص، فقال لي: هذا علم خاص لا يسع الأمة جهله ورد علمه إلى الله تعالى، أن يقولوا من أن هذا الأمر مردود إلى علم الله سبحانه وتعالى، وإنما يجب على الأمة أن تبحثه وأن تتعلمه وأن تعتقد به. فقال لي: هذا علم خاص لا يسع الأمة جهله ورد علمه إلى الله تعالى. ثم صدقني الأمير، ثم صدقني بكل ما حدثوني فيها في الرجعة، وقرأ علي بذلك قرآنا كثيرا وفسره تفسيرا شافيا، قرآنا كثيرا. قلت لكم هناك تفسير كامل يشتمل على آلاف الأحاديث، هو تفسير جابر الجعفي، وفي الحقيقة هو تفسير باقر العلوم، نقله لنا جابر الجعفي، ضيعه علماء الشيعة. تلاحظون أن الحقائق تأتي منسجمة في كل اتجاهاتها. أبو الطفيل يقول: وقرأ علي أمير المؤمنين بذلك قرآنا كثيرا وفسره تفسيرا شافيا، حتى صرت، أبو الطفيل يقول، حتى صرت ما أنا بيوم القيامة بأشد يقينا مني بالرجعة. أيام الله ثلاثة، حدثه بحديث الأيام، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. تلاحظون أن المعطيات تتسق اتساقا كاملا. ألا لعنة على علم رجال حوزة النجف؟ ألا لعنة على علم عقائد حوزة النجف؟ ألا لعنة على علم أصول حوزة النجف؟ ألا لعنة على علم تفسير حوزة النجف؟ ألا لعنة على عقائد حوزة النجف؟ هذه عقائد محمد وآل محمد، وهذه ثقافة محمد وآل محمد، وهذا منطق محمد وآل محمد. تلاحظون أن المعطيات التي ذكرت فيما سلف من الحلقات الماضية تتسق اتساقا كاملا كلما استمرت الحلقات. وراقبوا، راقبوا كل المعطيات التي ستعرض فيما بقي من الحلقات، ستجدون لوحة متناسقة متسقة كاملة
تصفع حقيقتها أنف أولئك الأغبياء الذين يلقبون بآيات الله العظمى، تصفع أنفهم ووجوههم تلك التي ارتكست في قذارات النواصب وردت بيعتها الغدير ونقضتها. ما هو هذا الواقع الذي تعيشه النجف؟ وهذا هو الواقع الذي يعيشه أتباع النجف. حتى صرت ما أنا بيوم القيامة بأشد يقينا مني بالرجعة، وكان مما قلت لازال الحديث عن أبي الطفيل، وكان مما قلت يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، عن حوض الكوثر، أفي الدنيا هو أم في الآخرة؟ فقال بل في الدنيا، هو موجود نحن لا نرى، وإنما سيتجلى ويظهر في الرجعة في الدولة العلوية الكبرى، ويترقى يترقى ويترقى ظهوره وتجليه في أتم صورة في الدولة المحمدية العظمى. بدايات الانكشاف للدولة المحمدية العظمى تتجلى في الدولة العلوية الكبرى. وكان مما قلت يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، أفي الدنيا هو أم في الآخرة؟ فقال بل في الدنيا. قلت فمن الذائد عنه؟ الذائد المدافع، الذائد المحامي، المسؤول، المشرف عليه. قال أنا بيدي هذه، أو ربما بيدي هذه. قال أنا بيدي هذه، فليردنه أوليائي وليصرفن عنه أعدائي. قلت يا أمير المؤمنين قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس إلى آخر الآية. ما الدابة؟ قال يا أبا الطفيل، يا أبا الطفيل انه عن هذا، دعك من هذا، يا أبا الطفيل انه عن هذا. فقلت يا أمير المؤمنين أخبرني به جعلت فداك. قال هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتنكح النساء، هو إنسان. فقلت يا أمير المؤمنين من هو؟ قال هو زر الأرض. زر الأرض يعني سر ثباتها، زر الأرض يعني مركز تحكمها، الكنترول. قال هو زر الأرض الذي إليه تسكن الأرض. قلت يا أمير المؤمنين من هو؟ قال صديق هذه الأمة وفاروقها ورئيسها بحسب الطبعة وذو قرنها في النسخ القديمة وفي المصادر التي نقلت عن النسخ القديمة وذو قرنيها، ومر علينا مما قرأته عليكم
من مشارق أنوار اليقين، من خطب الأمير للحافظ رجب البرسي وهو يصرح من أنه هو ذو القرنين في هذه الأمة. وقرأنا من الروايات والأحاديث التي ترتبط بعصر الرجعة العظيمة من أن ذا القرنين كان عبدا صالحا ضربه قومه على قرن رأسه الأيمن ومات، ثم بعث وضربوه على قرن رأسه الأيسر ومات، قتل ثم بعث. الكلام الذي مر علينا، ومن أن في الأمة من سيكون على سنته أو على سننه، قال صديق هذه الأمة وفاروقها ورئيسها وذو قرنيها. القراءة الصحيحة ليس كما طبع وذو قرنها، وذو قرنيها. قلت يا أمير المؤمنين، تلاحظون من خلال المقارنة بين المخطوط والمطبوع، بين النسخ القديمة، بين المصادر التي نقلت عن النسخ القديمة، يمكننا أن نشخص التحريف والتصحيف في أحاديث العترة الطاهرة. ومن خلال الجمع بين مضامين النصوص، هذا هو البرنامج الذي تركه لنا أئمتنا كي نعرف حقائق حديثهم، وكي نستطيع أن نشخص ما طرأ عليها من تحريف أو تصحيف. كنت متعمدا في ذكر هذه المواطن من المطبوع ومما هو في النسخ القديمة كي أثبت لكم ما دائما أردده من أن منهج معاريض كلامهم هو المنهج الوحيد الذي تركوه لنا كي نعرف الصحيح من السقيم من النصوص التي رويت عنهم، وإنما صارت سقيمة بسبب التحريف المتعمد أو بسبب التصحيف غير المتعمد من قبل الرواة، من قبل النساخ، من قبل المؤلفين، من أي جهة كانت. قلت يا أمير المؤمنين، من هو؟ قال صديق هذه الأمة وفاروقها ورئيسها وذو قرنيها. قلت يا أمير المؤمنين، من هو؟ قال الذي قال الله عز وجل ويتلوه شاهد منه، يتلو محمدا يأتي من بعده شاهد منه، من محمد وآل محمد، مثلما قرأنا في حديث الكساء الشريف إنهم مني وأنا منهم. ويتلوه شاهد منه والذي عنده علم الكتاب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هذا هو الشاهد والشهيد. الآية 43 بعد البسملة من سورة الرعد، وهي آخر آية فيها، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علي علي علي. قلت يا أمير المؤمنين، من هو؟ قال الذي قال الله عز وجل ويتلوه شاهد منه والذي عنده علم الكتاب والذي جاء بالصدق والذي صدق به أنا. الذي جاء بالصدق محمد، والذي صدق به
علي والذي صدق به أنا والناس كلهم كافرون غيري وغيره. قلت يا أمير المؤمنين فسمه لي، قال قد سميته لك، كل هذا وما سميته لك، إنه علي علي علي. أتذكر غديرية الصاحب ابن عباد التي جعلها حوارا بين سائلة وبينه، فهي تسأل وهو يجيب، لا مجال لقراءتها، لكن في آخر القصيدة قالت: أكل الذي قد قلت في رجل، كل هذه المناقب، كل هذه الفضائل، القصيدة طويلة، قالت: أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت: كل الذي قد قلت في رجلي. قالت: فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. قالت: فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا، من هو هذا الفرد؟ فقلت: ذاك أمير المؤمنين علي. قلت يا أمير المؤمنين فسمه لي، قال قد سميته لك يا أبا الطفيل. أمير المؤمنين يقول له: يا أبا الطفيل، والله لو دخلت على عامة شيعتي، الإمام يتحدث وهو في الكوفة أيام خلافته، يا أبا الطفيل والله لو دخلت على عامة شيعتي الذين بهم أقاتل، الذين أقروا بطاعتي وسموني أمير المؤمنين واستحلوا جهاد من خالفني. إنه يتحدث عن الذين بايعوه خليفة رابعا، وهؤلاء ينطبق عليهم عنوان الشيعة بنحو عام، ولذا الأمير هكذا قال: يا أبا الطفيل والله لو دخلت على عامة شيعتي. الذي يبايع أمير المؤمنين خليفة رابعا بحسب ثقافة العترة، بل بحسب القرآن، هو كافر، هو كافر كافر كافر، وإنما بسبب الضرورة يكون التعامل معه على أنه مسلم، لأن القرآن صريح في ذلك. في الآية السابعة والستين من سورة المائدة، الآية صريحة جدا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين ينكرون بيعة الغدير ولا يقيمون دينهم وعلاقتهم مع أمير المؤمنين على هذا الأساس هم كافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالأمة التي بايعت عليا على أنه خليفة رابع، هؤلاء ناقضون لبيعة الغدير. حتى إذا
أرادوا أن يجددوا بيعة الغدير فإن بيعة الغدير لا تجدد بهذا المضمون على أنه خليفة الرابع، وإنما تجدد على أنه الأول، وأما الذين سبقوه فقد اغتصبوا الخلافة. هذه عقيدتنا الحقيقية الأصيلة. أما هراء السيستاني فيما يرتبط ببيعة الغدير وبمن يوالي عليا أو بمن لا يوالي عليا في فتاواه، هذا هراء راجع إليه، هراءه له، هراء السيستاني وهراء غيره من مراجع الشيعة الأغبياء الذلان، هذا راجع إليه. منطق القرآن هو هذا. فالأمير يقول لأبي الطفيل: يا أبا الطفيل، والله لو دخلت على عامة شيعتي الذين بهم أقاتل بايعوا خليفة الرابع الذين أقروا بطاعتي وسموني أمير المؤمنين مثلما سموا الذين قبله واستحلوا جهاد من خالفني، فحدثتهم شهرا بحسب المطبوع في النسخ القديمة الأصلية وفي المصادر القديمة التي نقلت عنها، فحدثتهم شطرا يعني جزءا، فحدثتهم شطرا لا كما في المطبوع فحدثتهم شهرا، فحدثتهم شطرا ببعض ما أعلم من الحق، شطرا ببعض ما أعلم من الحق. قد يقول قائل: يمكن أن تكون شهرا. يمكن ذلك، يمكن ذلك. فحدثتهم شهرا، فحدثتهم شطرا ببعض ما أعلم من الحق في الكتاب الذي نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله، وببعض ما سمعت من رسول الله لتفرقوا عني حتى أبقى في عصابة حق قليلة، هؤلاء هم شيعته الغديريون، أما أولئك فهم شيعته الغدارون. لتفرقوا عني حتى أبقى في عصابة حق قليلة أنت يا أبا الطفيل، أنت وأشباهك من شيعتي. ففزعت وقلت: يمكن أن تقرأ أنت وأشباهك من شيعتي أو أنت وأشباهك من شيعتي. ففزعت وقلت: يا أمير المؤمنين، أنا وأشباهي نتفرق عنك أو نثبت معك؟ قال: لا، بل تثبتون. ثم أقبل علي أمير المؤمنين، أقبل على أبي الطفيل فقال: إن أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه ولا يقر به إلا ثلاثة: ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للإيمان. هذا يعني أن مراجع النجف ما هم نجباء، لأنهم لا يقرون بعقيدة الرجعة بكل تفاصيلها مثلما وردت في أحاديثهم. هذا يعني أن أصحاب العمائم ما هم نجباء. ثم أقبل علي فقال: إن أمرنا صعب
مستصعب لا يعرفه ولا يقر به إلا ثلاثة: ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للإيمان. النجباء أنصار صاحب الأمر. هذا يعني أن مراجع النجاة، أن أصحاب العمائم، أن أتباعهم ما هم بأنصار لصاحب الأمر، لأنهم لا يعتقدون بالرجعة ولا يعرفونها. لماذا لم يذكروها في كتبهم؟ لماذا لم يحدثوكم بها؟ لماذا لم يثبتوها في رسائلهم العملية حينما أثبتوا العقائد في تلك الرسائل العملية؟ عودوا إلى الرسائل العملية التي أثبت فيها المراجع عقائدهم. على سبيل المثال، عودوا إلى الرسالة العملية لمحمد الشيرازي، عودوا إلى الرسالة العملية لصادق الشيرازي، عودوا إلى الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر، عودوا إلى الرسالة العملية لبشير النجفي وإلى غيرهم الذين أثبتوا العقائد الأصلية الواجبة. لم يشيروا إلى عقيدة الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، حتى إذا كان البعض منهم يعتقدون برجعة مسخ كما يتصورونها بحسب جهلهم وجاهليتهم وجهالتهم في ثقافة العترة الطاهرة، فهم لا يعدونها من العقائد الأصلية، ولذلك لم يذكروها في رسائلهم العملية في بيانهم للعقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها. عودوا إلى رسائلهم العملية. أنا لا أتحدث من فراغ، وهذه الرسائل العملية قد عرضتها في برامجي السابقة وبينت خلوها من عقيدة الرجعة. عودوا إلى دعاء العديلة الذي يأمركم أصحاب العمائم أن تقرؤوه عند الموتى أو عند المحتضرين، ليس فيه من ذكر لعقيدة الرجعة، لأن هذا الدعاء ما هو بوارد عن أئمتنا. هذا الدعاء كتبه بعض مراجع الشيعة، ولذا جاء دعاء أبترا. هذا دعاء بتري، دعاء ناقص، وعقيدة التوحيد فيه إذا وزناها بموازين أهل البيت عقيدة شركية، وقد بينت هذا لكم في برامجي السابقة، واقترحت عليكم اقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة عند موتاكم. لماذا تقرؤون العقائد البترية؟ أدري هو هذا الميت كان طايح حظ عقائد، طايح حظها، كان حمارا ديخيا عند مراجع النجف. لماذا عند موته أيضا تقرؤون عليه العقائد الديخية؟ لماذا؟ اقرأوا عنده أهم نص في العقيدة الصافية، إنه القول البليغ الكامل: يا معاشر الشيعة ارحموا موتاكم، لا تقرأوا عندهم دعاء العديلة، هذا دعاء مراجع النجف، هذا دعاء الضلال، اقرأوا عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة. يستمر أمير المؤمنين في كلامه. الإمام يتحدث عن عقيدة الرجعة ويقول: من أن الذي يعتقد بها هو العبد المؤمن النجيب. هذا يعني أن مراجع النجف ما هم نجباء، وكلمة نجيب خطيرة لا أريد أن أقف عندها، ستأخذني
إلى مسألة الموالد وطهارة الموالد، وإلى قانون الأصلاب، وإلى قانون الأرحام المطهرة. هذا كلام فيه تفصيل، لا بحسب ثقافة العترة الطاهرة. فالذي يعتقد بالرجعة هو العبد المؤمن النجيب الذي امتحن الله قلبه للإيمان. يا أبا الطفيل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض فارتد الناس ضلالا وجهالا إلا من عصمه الله بنا أهل البيت، إلا من عصمه الله بنا أهل البيت. أهل البيت قاتلوا على التأويل، فالذين عصموا الذين قاتلوا مع علي على التأويل، لا أتحدث عن قتال سيوف، أتحدث عن قتال عقيدة. فكثيرون قاتلوا مع علي بالسيوف وصاروا بعد ذلك خوارج، أتحدث عن قتال عقائدي. يا أبا الطفيل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض فارتد الناس ضلالا وجهالا ببقائهم على مرحلة التنزيل. ستقاتلهم يا علي على التأويل. مشكلة الشيعة هنا، مشكلة مراجع النجف هنا، دينهم دين التنزيل، إنه دين الضلال والجهال. دين التأويل هو هذا الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين. عنوان الرجعة عنوان واضح فيه، عنوان الأيام الثلاثة. هذه هي أيام الله التي من خلال الاعتقاد بها نخرج من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله، الكلام هو في سورة إبراهيم في الآية الخامسة من سورة إبراهيم بعد البسملة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض فارتد الناس ضلالا وجهالا، هذه الظلمات، إلا من عصمه الله بنا أهل البيت. هذا هو النور. فأي حديث كان فيما بين أمير المؤمنين وأبي الطفيل عامر ابن واثلة؟ إنه حديث الرجعة، حديث الأيام. وذكرهم بأيام الله، هذا هو الحديث الذي يخرجنا من ظلمات وضلالات وجهالات حوزة النجف إلى وادي النور في أفنية الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. كلامي واضح، كلامي حقيقي، كلامه صادق. هل هو من عندي أم من أقدم كتاب، من أول كتاب من كتبنا؟ والحديث حديث الأمير، وفي أول الكتاب فإن الحديث حديث الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل. Yeah.
عرفتم الآن لماذا أحدثكم دائما عن الرجعة في برامجي؟ لماذا أصر على هذا الموضوع؟ القضية ليست مزاجية، إنها عودة إلى ثقافتنا الأصيلة، إنها عودة إلى الدين الحق، إنها تمسك بثقافة محمد وآل محمد في مرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل. هذا هو الذي يميزنا عن نواصب سقيفة بني ساعدة. ما هو الفارق بيننا وبينهم؟ ألا تلاحظون أن مراجع النجف حينما يتحدثون عن الفوارق بين الشيعة والسنة يقولون ليس هناك من فوارق حقيقية، لأنهم على دينهم، لا علاقة لهم بدين محمد وآل محمد. دين محمد وآل محمد هو دين مرحلة التأويل، أما دين مرحلة التنزيل كان مقدمة ونسخت تلك المقدمة، بالضبط مثلما نسخت مرحلة المدينة في مرحلة التنزيل مرحلة مكة. الدين في المدينة غير الدين في مكة، لأن الدين في المدينة نسخ الدين في مكة. وبعد بيعة الغدير مرحلة التأويل بدأت، ومرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل. النواصب حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، ومراجع النجف كذلك، ولذا فهم لا يؤمنون بأحاديث أهل البيت. أكثر من 95% من أحاديث أهل البيت لا يؤمنون بها وليس لهم من اطلاع عليها. فأي دين هذا؟ إنه دين مسخ، هو أقرب ما يكون إلى دين أتباع السقيفة، ولذا لا يجدون فارقا كبيرا فيما بين دينهم ودين أتباع السقيفة. أما دين مرحلة التأويل الكلام فيه مختلف جدا. هذا الذي أطرحه في برامجي يمثل ملامح ومعالم
الديني في مرحلة التأويل، وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. أما أنتم الذين تقولون نحن شيعة ونحن خدام للحسين، أنتم شيعة للمراجع، دينكم دين مرحلة التنزيل، لن تكونوا شيعة لعلي وآل علي حتى تنتقلوا إلى دين مرحلة التأويل. والرجعة من أبرز عناوين دين مرحلة التأويل، هذه هي الحقيقة من الآخر بشكل مجرد ومقشر ومن دون مجاملات ومن دون تدليس ولا تلبيس. أعود إلى مواصلة حديثي الذي مر في الحلقات الماضية. في الحلقة السابقة والتي قبلها تناولت العناوين التالية بشكل سريع أذكركم: مقدمات عاشوراء الحسين منذ زمان رسول الله إلى زمان الواقعة، هذا العنوان الأول. العنوان الثاني: عاشوراء سنة 61، القتل الأول، المقتلة الأولى. العنوان الثالث: من عاشوراء في السنة 61 للهجرة إلى يوم الظهور المهدوي، إلى يوم الخلاص، وهذا هو عصر التمهيد ومرحلة التمهيد للعصر القائمي الأول، إنها حركة الدين في مرحلة التأويل باتجاه يوم الخلاص. العنوان الرابع: العصر القائمي الأول من يوم الخلاص إلى يوم استشهاد قائم آل محمد، إلى يوم مقتله، هذا هو العنوان الرابع، العصر القائمي الأول. العنوان الخامس: رجعة الحسين في آخر العصر القائمي الأول، والإمام القائم الحجة بن الحسن موجود ومر الحديث في هذا، ويبقى الإمام الحسين حتى يسقط حاجباه على عينيه مثل ما جاء في الروايات. وقلت لكم هذه كناية، ما المراد من الكناية؟ الكناية عند أدباء العرب، عند بلغاء العرب، أن نذكر لازما ونريد ملزوما، أو أن نذكر ملزوما ونريد لازما. على سبيل المثال، يقال في أمثلة البلاغة والأدب: فلان كثير الرماد، الرماد الذي يتبقى من الحطب المشتعل. هذا التعبير يشير إلى كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تشير إلى كثرة الأضياف، وكثرة الأضياف تشير إلى كرم صاحب هذه الدار، فهذه دار كثيرة الرماد، أو هذا رجل كثير الرماد. ربما يستعمل نوعا من النار، نوعا من الحطب، لا يخلف رمادا كثيرا، لكن هذا التعبير من التعابير الكنائية المعروفة عند العرب. أو قد يقال لرجل
فلان كبير اللقمة، قد لا تكون لقمته كبيرة لكن في ذلك إشارة إلى سعة فمه، إلى كبر فمه، فمه واسع عريض، لأن الفم الضيق لا يكون صاحبه يدخل فيه اللقمة الكبيرة، فيقال فلان لقمته كبيرة، لا يراد من ذلك اللقمة الكبيرة، ربما لا تكون لقمته كبيرة، يراد سعة فمه. ويقال فلان كبير الطبل، إنها كناية عن عدم الكتمان، ألا تودع سرك عند فلان فإنه كبير الطبل. عادة الذي يكون صاحب طبل كبير فإنه سيضرب عليه، وإذا ما ضرب عليه فإن صوت الطبل سيكون مسموعا في مساحة واسعة من المكان الذي يتحرك فيه صاحب الطبل هذا. هذه كنايات، تعابير كنائية، يذكر اللازم ويراد الملزوم، أو يذكر الملزوم ويراد اللازم، قد يراد اللازم الأول أو ربما اللازم الثاني أو اللازم الثالث، تلك هي الكنايات، التعابير الكنائية. فيقال فلان يبقى في الدنيا حتى يسقط حاجباه على عينيه، كناية عن طول العمر، وإلا فإنني قد قرأت عليكم في أحاديثهم من أن الذين يعانون من ضعف سيتحولون إلى أقوياء، ومن أن الذين يعانون من عاهة سيتحولون إلى أصحاء، وهذا المضمون تكرر في رواياتهم في بدايات عصر القائم صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى يتحقق في العصر القائمي الأول ولكل الناس، فكيف يمكننا أن نتصور هذا المضمون في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا أردنا أن نتعامل معه كبقية الناس فإن هذا المعنى من معاني الضعف، وكل ضعف سيتحول إلى قوة. هذا في بدايات العصر القائمي الأول، ونحن نتحدث عن الحسين الذي ستكون رجعته في نهايات العصر القائمي الأول. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. هذه هي العناوين التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة. نذهب إلى فاصل. الصوت جاك من ختمة حيرة، الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي تفكر بلا خليتها مقشرة، وراحت يا سب علقان طارم يا سارة، الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي البيعين يا شبل
طف كربلاء حلتها مخشرة وراحت يا سبع القنطرة ميسرة اليوم ردت إليك تنشي تدريش ينشدوني اليوم ردت إليك تنشد تدريش ينشدوني وين راعي العلم ينصب لنا الخيم وين يا خويا عباس عندي عتك عباس عندي العنوان السادس رجعة الأئمة. أتحدث عن رجعة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عن رجعة وأكثر من رجعة لأمير المؤمنين، وعن رجعة لإمامنا المجتبى ولسائر الأئمة من ولد الحسين، من إمامنا السجاد إلى إمامنا القائم في العصر القائمي الثاني. فالعصر القائمي الأول قد مر وتم الحديث فيه، ورجعة الحسين الأولى قد تمت وتم الكلام فيها وزمانها طويل وطويل جدا، مثلما جاء التعبير الكنائي حتى يسقط حاجباه على عينيه، الإشارة إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فبعد انتهاء كرة الحسين الأولى تبدأ رجعة الأئمة. لا أستطيع أن أغطي الموضوع بكل تفاصيله وأجزائه في هذه العجالة، لكنني سأنقل لكم صورا لقطات توضح لكم المشهد. الآية 51 بعد البسملة من سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، الجميع. هناك نصرة من الله لكل الرسل ولكل المؤمنين. والذين آمنوا، إنا لننصر، مع تأكيد، فهذه اللام لام التوكيد، وإن في أول الآية هي
لتشديد التوكيد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أين؟ في الحياة الدنيا. فهل نصر الرسل؟ أكثرهم لم ينصروا. والذين آمنوا هل نصروا في الحياة الدنيا؟ ويوم يقوم الأشهاد، هذا في القيامة، لا شأن لنا بالقيامة، نحن نتحدث عن الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الرواية في مختصر البصائر للحسن بن سليمان الحلي، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 91، الحديث 60 بسنده، عن جميل بن دراج، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: قلت له، جميل ابن دراج يقول للإمام الصادق: قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يسأل عن هذه الآية، قال: ذلك والله في الرجعة، في الرجعة، قال: ذلك والله في الرجعة. فمتى نصر الرسل ومتى نصر المؤمنون جميعا في الدنيا؟ قال: ذلك والله في الرجعة. أما علمت أن أنبياء الله كثيرا لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، والأئمة قد قتلوا ولم ينصروا، فذلك في الرجعة. هذه النصرة الإلهية في الرجعة، أئمتنا جميعا قتلوا، سيعودون جميعا. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. جميل ابن دراج يقول لإمامنا الصادق: قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال: ذلك والله في الرجعة. الإمام هل بحاجة إلى قسم كي يقسم لأجل أن يصدقه جميل بن دراج وهو من خواص أصحابه؟ الإمام يقسم هذا القسم كي يصل إلينا تأكيد المعنى. قال: ذلك والله في الرجعة. أما علمت، يقول لجميل بن دراج، أما علمت أن أنبياء الله كثيرا لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، أكثرهم هكذا، والأئمة قد قتلوا، جميعا قتلوا، رسول الله قتل، علي قتل، فاطمة قتلت، الحسن قتل، الحسين قتل، وهكذا، حتى صاحب الأمر سيقتل في العصر القائمي الأول، ولذلك سيكر راجعا في العصر القائمي الثاني. والأئمة قد قتلوا ولم ينصروا، وذلك في الرجعة. ولذا فإننا نخاطبهم في زياراتهم من أننا نؤمن ونصدق برجعتهم، بإيابهم. إذا ما ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 20 بعد البسملة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا مطلع من مطالع الآية في بني إسرائيل. في الحقيقة هذا العنوان وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين لا ينطبق بالمعنى الحقيقي الكامل إلا على محمد وآل محمد. أما إذا أردنا أن نأخذه في بني إسرائيل فهو بنحو نسبي، بنحو مطلق في محمد وآل محمد فقط. وهذا هو الذي جاءت به الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا المضمون ورد بتمام معناه في الزيارة الجامعة الكبيرة. لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، عودوا إليها بأنفسكم. ففي مطلع من مطالعها في بني إسرائيل، أما في مطلعها الأعظم هي في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. متى سيكونون ملوكا؟ في عصر الرجعة، في عصر الرجعة. ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان؟ دعاء الاستئذان الذي يقرأ عند زيارة السرداب الشريف، ويمكن أن يقرأ عند زيارة المعصومين جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هكذا نقرأ في دعاء الاستئذان: اللهم إن هذه بقعة طهرتها، وعقوة شرفتها، ومعالم زكيتها، حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد. من هم الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام، واخترتهم رؤساء لجميع الأنام، وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة؟ متى تتحقق هذه المضامين في أبهى صورها في مرحلة عالم الدنيا في الرجعة العظيمة، وفي أرقى صورها في الدولة المحمدية العظمى؟ أعيد قراءة ما جاء في دعاء الاستئذان، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذا الدعاء يقرأ استئذانا لزيارة السرداب الشريف في سامراء، ويقرأ أيضا لزيارة العتبات والحضارات المقدسة جميعا. اللهم إن هذه بقعة طهرتها، وعقوة شرفتها، ومعالم زكيتها، حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد. هذه الأشباح التي ستصيبها القشعريرة. أشهد أن دمك سكن في الخلد يا أبا عبد الله، واقشعرت له أظلة العرش. مع أظلة الخلائق، هذه الأظلة
هي صورة من صور تلك الأشباح، فهناك أشباح العرش وهناك أظلة العرش. حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام، واخترتهم رؤساء لجميع الأنام، وبعثتهم لقيام القسط يملأها قسطا وعدلا، وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي من علينا، في نفس الدعاء، الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. من هنا كانوا، من هنا كانوا هم الأسماء الحسنى، من هنا كانوا هم الأسماء الحسنى الحقيقية، مثلما يقول الصادق والرواية في الجزء الأول من الكاف الشريف: نحن الأسماء الحسنى. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. هؤلاء هم الملوك الإلهيون الربانيون الحقيقيون. الآية في تأويلها الكامل، في تأويلها الأعظم، فيهم، في بني إسرائيل، هذا مطلع من مطالع الآية. فآيات القرآن لها مطالع ومجاري، هذا القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، يجري مجرى الليل والنهار. قاعدة المطالع والمجاري في تفسير القرآن بحسب منهج علي في التفسير، وهو المنهج الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، يناقض 100% منهج سقيفة بني ساعدة، ويناقض 100% منهج سقيفة بني نجف في كل تفاسيرهم من الطوس إلى يومنا هذا، عبر المراجع وعبر الخطباء. هذا هو واقع حوزة النجف، وهذا هو واقع مراجع النجف، وهذا هو واقع شيعة النجف. بحسب أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر صفحة 119 من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، الحديث 97 بسنده عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه، يعني عن سليمان الديلمي، قال: سألت أبا عبد الله، سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه، عن قول الله عز وجل: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. لاحظوا أسئلة السائلين، لم يسأل عن الآية كلها، لأنهم يعلمون أن قاعدة المطالع والمجاري تنطبق على بعض من الآية لا على كلها في وجه من وجوهها، ولذا كان السؤال عن هذا الجزء من الآية، باعتبار أن الآية في ألفاظها في بداياتها: وقال موسى لقومه، وإنما ذهب السائل يسأل
عن الموطن الذي يبحث عنه، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فقال الأنبياء رسول الله وإبراهيم وإسماعيل وذريته، والملوك الأئمة عليهم السلام. قال فقلت وأي ملك أعطيتم؟ قال ملك الجنة وملك الكرة، ملك الجنة وملك الكرة. فهذا هو الملك. وإلى هذا يشير القرآن في سورة النساء في الآية 54 بعد البسملة: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم، ماذا آتيناهم؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. بحسب أحاديثهم التفسيرية في الكافي الشريف وغيره، الملك العظيم الإمامة، الملك العظيم الولاية، الملك العظيم الطاعة المفترضة. وهذه من الآيات الواضحة التي تثبت الإمامة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فإن الحديث هنا عن آل إبراهيم جميعا. فهل تخرجون فاطمة من آل إبراهيم؟ وهذا الملك العظيم بحسب تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم الإمامة، الولاية، الطاعة المفترضة، والمعنى واحد في الجميع. هي من الآيات التي تثبت الإمامة لفاطمة صلوات الله عليها بشكل واضح، برغم آناف مراجع الشيعة الذين ينكرون إمامة فاطمة. مراجع الشيعة ينكرون إمامة فاطمة، سود الله وجوههم. القرآن صريح وواضح في ذلك. وعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على الأدلة القطعية الواضحة في إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها التي تنكرونها أنتم. تقولون نحن من شيعة فاطمة وتنكرون إمامتها، ما أنتم من شيعة فاطمة، أنتم من شيعة مراجع النجف وكربلاء، أولئك المراجع الأغبياء السفهاء الذين ينكرون الرجعة وينكرون إمامة فاطمة وينقضون بيعة الغدير. فأية سفاهة أكثر من هذه السفاهة؟ وأي غباء أكثر من هذا الغباء؟ هذا مديح لهم لأنه مبني على حسن الظن بهم، أما إذا أردت أن أسيء الظن بهم فلا بد أن أستعمل ألفاظا أخرى، لا بد أن يلعنوا حينئذ، لابد أن نلعنهم وأن نتبرأ منهم، لا أن نتبرأ من منهجهم. إلى هذه اللحظة أنا أتبرأ من منهجهم، لا أتبرأ منهم ولا ألعنهم، لأن الأئمة أمرونا أن نتبرأ من مناهج الضلال عند شيعتهم، لا أن نتبرأ من شيعتهم، ولم يجوزوا لنا أن نلعن أشياعهم، إنما نلعن منهجهم الضال. ولذا ألعن منهجهم الضال ولا ألعنهم. هذه موازين العترة وآداب العترة التي تعلمتها منهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهذا الملك العظيم مثل ما قال إمامنا الصادق: ملك الجنة وملك الكرة. وربما يقصد الإمام بملك الجنة إنها جنة الدنيا،
إنها الدولة المحمدية العظمى. ربما يقصد الإمام هذا باعتبار أنها الغاية من الكرة، فملك الكرة ابتداء من كرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أما ظهور الإمام فهو مقدمة، والمقدمة تلحق بذي المقدمة. ظهور الإمام مقدمة للكرة، مثلما نقول هذا يصلي فهو متوضئ، كيف يصلي من دون وضوء؟ فحينما يتحدث الأئمة عن الكرة إنهم يتحدثون عن ظهور إمام زماننا، لأن ظهور إمام زماننا في العصر القائمي الأول هو مقدمة للرجعة. ولذا فإن العلماء الذين ألفوا والعلماء الذين يتحدثون والذين يعلمون الشيعة ويوجهون الشيعة لثقافة عصر الظهور المهدوي، وهم لا يعتقدون بالرجعة كالذي يتوضأ ولا يصلي. أية خيبة هذه، يحين وقت الصلاة يتوضأ ولا يصلي. مراجع النجف هكذا في عقيدتهم، يعتقدون بظهور الحجة ابن الحسن، يؤلفون الكتب، يرسلون الخطباء يتحدثون عن هذا الموضوع، مع أن أحاديثهم ليست دقيقة وليست صحيحة، ويخلطون بين أحاديث أهل البيت وأحاديث النواصب. القذارة في كل مكان، ولكن مع كل ذلك فهم يتحدثون عن الظهور. قطعا قليلون منهم يتحدثون عن الظهور، قليلون منهم يكتبون في هذا الموضوع، ومع ذلك هم لا يؤمنون بالرجعة، فهم كالذي يتوضأ ولا يصلي. أي ضلال هذا وأية خيبة هذه. لذا أقول لكم أنقذوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم وتخلصوا من منهج الضلال هذا، وعودوا إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وعودوا إلى أدعيتهم، إلى زياراتهم، إلى أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم، بعيدا عن ضلال وجهالة وجهل مراجع النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل. كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن الباب، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار. بخيام بخيام يوم الحرم، بخيام 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 يوم الحرم، بخيام ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية. هاي الدنيا أيام أيام، هاي الدنيا أيام أيام أيام، هاي الدنيا أيام، يوم الأهل يحمونا، يوم العز يسلمونا، هاي الدنيا
آيات روايات أحاديث كلها تنقل لنا لقطات من حديث رجعة أئمتنا. عنواننا السادس رجعة الأئمة، إنها رجعة ملوكنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي السياق نفسه، إنها الآية 81، مثل ما وعدتكم لن أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة، مثل ما أقول في المقدمة، بعيدا تمام البعد عن منهجي المقصرة البتريين. من هم؟ مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء، لأنهم يشربون من نفس الكنيف. الكنيف هو بالوعة المراحيض، يشربون من نفس الكنيف، من نفس العيون القذرة الكدرة التي حذرنا منها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه فهذه هي العيون الصافية التي وجهنا إليها، التي تجري بأمر ربها بلا انقطاع، هكذا وصفها هو، هذا كلامه، كلام سيد الأوصياء. وجهنا إلى العيون الصافية التي تجري بأمر ربها بلا انقطاع، هذه هي العيون الصافية، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم. على هذا بايعنا محمدا وعليا، وقبلهما بايعنا الله. على أي شيء بايعنا؟ على أن نأخذ الحقائق، وأن نأخذ الدين، وأن نأخذ العقائد، وأن نأخذ التفسير، وأن نأخذ الفتاوى من علي وآل علي فقط وفقط، لا كما يفعل مراجع النجف وكربلاء. لقد فعلوا ذلك وشطوا بعيدا عن المنهج الذي يريده آل محمد بالضبط، مثلما قال إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة: الحال أسوأ في زماننا، أسوأ بكثير، تريليونات المرات أسوأ. مراجع اليوم أسوأ من مراجع الأمس بتريليونات المرات. صاحب الأمر يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد، مذ جنح كثير منكم، جنح ماله واتجه، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كان بعيدا عن ذلك الكنيف القذر الذي تراكضوا إليه، ولا زالوا يأكلون ويشربون من ذلك الكنيف القذر، وقد هجروا تلك العيون الصافية. مذ جنح كثير منكم، الخطاب إلى مراجع الشيعة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا هؤلاء أكثر المراجع، ونبذوا العهد المأخوذ منهم. أي عهد؟ عهد بيعة الغدير،
عهد حجة ابن الحسن الذي هو بعينه عهد بيعة الغدير، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، شياطين، خبثاء، حقراء، كأنهم لا يعلمون. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. خلصوا أنفسكم من هؤلاء، من هؤلاء الخونة الذين خانوا العهود والمواثيق. هذا ما هو كلامي، هذا كلام إمام زمانكم الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تبحثون عن مصدر لهذه الرسائل، عودوا إلى كتاب الاحتجاج في الجزء الثاني، في نهاية الجزء الثاني للطبرسي، وعودوا إلى بحار الأنوار، عودوا إلى بحار الأنوار، إلى مجموعة التوقيعات، عودوا إلى الكتب التي ذكرت التوقيعات والرسائل. على أي حال، أعود إلى الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الآية بعد البرنامج وتتدبروا فيها. الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران، انتبهوا للآية بدقة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين يعني جميع النبيين، هذا جمع مذكر سالم معرف بالألف واللام، والعبارة واضحة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ما هو هذا الميثاق؟ ميثاق على الأنبياء، الله أخذه. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي وميثاقي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي ميثاق هذا؟ ميثاق شديد على جميع الأنبياء. أعيد قراءة الآية. وإذ أخذ الله، الله أخذ الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أخذ عليهم الميثاق متى؟ حينما جعلهم أنبياء. فهذا الميثاق هو أصل نبوتهم. انتبهوا للآية. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، متى؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة، حينما آتيتكم الكتاب والحكمة، إنها النبوة، إنها الرسالة، رسالة المرسلين، نبوة النبيين، لكن التعبير جاء بالنبيين باعتبار أن جميع الرسل أنبياء، لكن ليس كل الأنبياء رسل، فجميعهم أنبياء. الحديث عن جميع المرسلين والنبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، متى؟ حينما جعلهم رسلا، حينما جعلهم أنبياء. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، بعد أن أصبحتم رسلا وأنبياء، جاءكم رسول مهيمن عليكم، ثم جاءكم رسول
مصدق لما معكم ولكنه مهيمن، هو يصدق ما عندكم ولكنه يهيمن. جاءكم رسول إليكم من قبلي، رسول إلى الرسل وإلى الأنبياء، ثم جاءكم رسول، الخطاب مع الأنبياء، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. ما هو الميثاق؟ لتؤمنن به، لام توكيد ونون توكيد مثقلة، هذه لام التوكيد وهذه نون التوكيد المثقلة. لتؤمنن به ولتنصرنه، وأيضا لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة في بداية الفعل لام التوكيد، وفي نهاية الفعل نون التوكيد المثقلة وليست المخففة. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، هذا هو ميثاقي، إصري ميثاقي الشديد، إصري ميثاقي الشديد الأكيد. قالوا أقررنا، وبعد الإقرار أشهدهم، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. متى سيكون هذا؟ سيكون هذا في الرجعة، وإلا متى كان الأنبياء، متى كان الرسل جميعا موجودين في الأرض وبعث الله إليهم رسولا من قبله وأخذ عليهم العهود والمواثيق في مرحلة جعلهم رسلا وأنبياء أن ينصروه، متى نصروا؟ إذا كانت القضية بحدود الإمكان، إذا كانوا موجودين، فلماذا هذا التأكيد؟ ولماذا هذا التشديد؟ ولماذا هذا الإقرار؟ ولماذا هذا الإشهاد؟ لأن القضية لابد أن تتحقق، هذا هو منطق الآية. سأقرأ الآية مرة أخرى عليكم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ميثاق الأكيد، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا بعد الإقرار إشهاد، وهم أنبياء وهم رسل، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، وهو شاهد عليهم. هذه الرجعة، لأن الأنبياء جميعا سيعودون. من محض الإيمان، من محض الكفر، الأنبياء سادة الذين محضوا الإيمان. الذين محضوا الإيمان، هذا العنوان ينطبق على كثير من المؤمنين الذين سيعودون. الأنبياء سادتهم، أو أن هذا العنوان لا ينطبق حقيقة إلا على الأنبياء، انطباقه على غيرهم يأتي تجوزا ومسامحة. فهذه الآية تتحدث عن عصر الرجعة العظيمة، أمير المؤمنين تحدث عنها وقال ما قال سيد الأوصياء. سأقرأ عليكم مما قاله سيد الأوصياء بهذا الخصوص، لكنني أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الآية كي تتدبروا فيها بعد البرنامج. هذه هي الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران. كلام مفصل أقرأه عليكم من مختصر بصائر الدرجات، الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 130، رقم الحديث 102 بسنده،
عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين. ماذا يقول سيد الأوصياء؟ سأقرأ جانبا من كلامه، فحديثه حديث طويل. سيد الأوصياء هكذا يقول: وأخذ، من الذي أخذ؟ الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الآية، قرآنهم حديثهم واحد. إنها العيون الصافية، ألا لعنة على الكنيف القذر الذي يأكل ويشرب منه مراجع النجف، إنه كنيف النواصب. هذه العيون الصافية. وأخذ، أخذ الله ميثاق الأنبياء بأي شيء؟ بالإيمان والنصرة لنا. إيمان الأنبياء هو نبوتهم، أما النصرة فهي التي أخذت في الميثاق وفي العهد المغلظ والمشدد عليهم، مثلما تحدثت الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل. أمير المؤمنين يشير إلى هذه الآية: وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان، إيمانهم نبوتهم، بالإيمان والنصرة لنا. ونبوتهم لا تتحقق إلا بالإيمان بمحمد وعلي. ما هي أحاديثهم تقول: ما بعث نبي إلا بنبوة محمد وعلي والأئمة من بعده. وأخذ، أخذ الله ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا، وذلك قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. ماذا قالت الآية؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. الآية هي الآية. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني لتؤمنن بمحمد ولتنصرن وصيه وسينصرونه جميعا. وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمد بالنصرة بعضنا لبعض، فقد نصرت محمدا وجاهدت بين يديه وقتلت عدوه ووفيت لله بما أخذ علي من الميثاق والعهد والنصرة لمحمد، ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله، وذلك لما قبضهم الله إليه، فإنهم قد عاشوا وكانوا قبلي وسوف ينصرونني، ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها. متى؟ في الدولة العلوية الكبرى. وليبعثنهم الله أحياء من آدم إلى محمد، من آدم إلى محمد.
كل نبي مرسل يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعا. المراد من الثقلين الجن والإنس، يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء، الأموات الذين سيعودون في الرجعة والأحياء الذين هم من أهل ذلك الزمان، من أهل الدنيا الذين لم يموتوا الموتة الأولى. فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات هذه الرجعة العجيبة. الرجعة العجيبة هي رجعة الناس من غير أهل البيت، أما رجعتهم فهي الرجعة العظيمة. فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة. يتحدث عن الرجعة للناس في العصر القائمي الأول، وهذا الأمر سيتكرر من أن الأموات سيخرجون في زمان الأئمة زمرا زمرا يلبون بالتلبية، لكن الإمام يتحدث هنا عن رجعة الأموات في العصر القائمي الأول. فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية، لبيك لبيك يا داعي الله، قد انطلقوا بسكك الكوفة، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها هام الكفرة. إنهم أهل الكوفة أهل النجف، ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم. من هم جبابرته؟ النجف، إنهم مراجع النجف. ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين ممن سيعودون من الأموات من شيعة المراجع. ما أنا حدثتكم في الحلقة الماضية من أنه ما بين جمادى ورجب سيخرج الأموات من القبور من الخيرين والشريرين من مقابر النجف. مقابر النجف هل يدفن فيها المسيحيون منذ بداياتها؟ منذ بداياتها يعني منذ زمان أمير المؤمنين. هل يدفن فيها المسيحيون أم يدفن فيها النواصب؟ الذين يدفنون في النجف هم الذين يقولون نحن شيعة، وفي الحقيقة هم شيعة المراجع. منذ سنة 329 للهجرة والشيعة في العراق وفي غير العراق ما هم بشيعة علي وآل علي، إنهم شيعة مراجع الشيعة. فيا عجباه، فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية. صاحب الزمان يستنصر بهؤلاء الأموات من المؤمنين الذين محضوا الإيمان، يستنصر بهم، لأن الأحياء من الشيعة ما هم بشيعة علي وآل علي، هم شيعة مراجع النجف، هم شيعة دين التنزيل الذين قاتلهم علي على التأويل، ولا زال علي يقاتلهم، لا زال علي يقاتلهم عقائديا، يقاتلهم عقائديا في
خطبه، في زياراته، في أدعيته. فالقتال في هذا الزمان قتال فكري، قتال ثقافي، قتال إعلامي، عبر أشياعه الذين ينقلون حديثه، ينقلون ثقافته، ينقلون فكره. فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية، لبيك لبيك يا داعي الله. قد انطلقوا بسكك الكوفة، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم، ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين، حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يعبدونني آمنين لا يخافون أحدا في عبادتي، ليس عندهم تقية. وهذا سيتحقق في العصر القائمي الأول قطعا، التأويل الأعظم في الدولة المحمدية العظمى. ويستمر الأمير فيقول: وإن لي الكرة بعد الكرة. نحن في العنوان السادس رجعة الأئمة، وقلت لكم لعلي رجعة ورجعة. وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات، وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا أمين الله وخازنه وعيبة سره، العيبة الخزانة التي تحفظ فيها الأشياء الثمينة جدا، خزانة صغيرة هي العيبة، خزانة عزيزة للأشياء الثمينة جدا. وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا أمين الله وخازنه وعيبة سره وحجابه ووجهه وصراطه وميزانه، وأنا الحاشر إلى الله، وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع، أو قد تقرأ: وأنا كلمة الله التي يجمع الله بها المفترق ويفرق بها المجتمع. وسأعود إليها حينما نتحدث عن كسر عالم الكرة، عن كسر الحقائق كي تعود الأجناس إلى أجناسها. وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع، وأنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العليا وآياته الكبرى، وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا هو ملكهم، ملكهم العظيم، ملك الجنة وملك الكرة. وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة
وأهل النار النار، وإلي تزويج أهل الجنة، وإلي عذاب أهل النار، وإلي إياب الخلق جميعا، وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد الفناء، وإلي حساب الخلق جميعا، ويستمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ويقول ويقول. وهذا هو علي القول، وهذا هو قول علي، وقول علي هو علي القول. صار وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قريبا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أودعكم. يا حسين يرتي بطنا وياك بالدم بالنفس بالجي، مثل ما قلنا على الفطرة لا صدفة ولا تعوي، افرضني افرض يجتي ذيبنا الكاس ويسحرنا هوى التجدي، افرض نيل فيه انقامر ونتدرف بلا تقي، اش ما تفرض بعد يا حسين اش ما نعمل بعد وينزي، لا بد ما تيجي الساعة البيها ننتبه ونعيد، لا بد ما هي والرحمة يدركنا ونرد بجدي حتى انت ويضعف حياتنا وينبي، ولا نقدر نحرك راس ولا نقدر نحرك ايه، ولا نشوف ولا نسمع صوت تسندنا وسعدت موت، ولا نشوف لا نسمع صوت تسندنا وسعدت موت، بآخر نفس احسبنا صحنا بكرامنا يا زهرائيون. نحن والهوى والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.